خمس مشاكل تواجهني في ماينكرافت. لايك واشتراك وليتس جو. المشكلة الأولى يعني وقت ما أكون توني داخل العالم وبعدين أحاول أكتب كوماند معين، لما أكتبه وبعدين أبغى أنفذه كوماند يأخذ وقت طويل مرة عشان يتنفذ، وهذه المشكلة مرة تسبب لي ضغط نفسي وملل ومشاكل وربما تصير لبعض الناس. المشكلة الثانية هي أني مثلا لما أروح على أي زاوية، مثلا نجي لهذه الزاوية وبعدين نروح نحاول نكتب كوماند لحق الفيل مثلا سلاش فيل هنا، بعد ما نفذ الكوماند يقول لك cannot place blocks outside of the world، مع اني داخل في العالم. المشكلة الثالثة هي اني مثلا لما اوارى على مكان معين فهذا يعني مثلا العالم يكون لسه ما لود، وهذا الشيء سبب لي ضغط. المشكلة الرابعة ما ادري اذا باينت لكم ولا لا، لكن انا باينت لي، وهي انه يعني قاعد يصير لي لاج مرة كبير ودروب فريم. المشكلة الخامسة انك مو مشترك في القناة.